تاخذش معنا في البرنامج. شكرا لك. طبعا نستقبل مكالمه اخرى ونقول مساء الخير. يا مساء النور، اهلا. كيف الحال وشهر مبارك في برنامجنا وفي برنامج في رحاب القران الكريم. الحمد لله علينا وعليكم. على الجميع ان شاء الله تعالى. عرفنا باسمك. علي حسن علي محمد القيسي. علي حسن محمد، علي حسن محمد علي. علي حسن علي. علي حسن علي القيسي. القيسي. نعم. القيفي. نعم. القيفي. طبعا يا أخي علي، كم تحفظ من القرآن؟ القرآن كاملا الحمد لله. ومن أين سوف تقرأ لنا اليوم؟ من أي صورة؟ يا شيخ علي. أيوة نعم. السلام عليكم. أنا الشيخ أحمد. الله يحييك. تحفظ المصحف كاملا؟ نعم الحمد لله. مستعد للاختبار أمام الهواء مباشرة ونفتح المصحف؟ نعم نعم. إذا فزت معنا طبعا معك جائزة ذهبية إن شاء الله. ان شاء الله. يلا علي خليك مستعدي عليه. طيب هذا طيب. عشان يلا. البث المباشر في الفيسبوك نفتح في اي مكان فتحت ان شاء الله ساسالك. في اي مكان طبعا. يلا اقرا من قول الله عز وجل: ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ما شاء الله يا شيخ، ما شاء الله. طيب يا شيخ علي، فأين قرأت أنت الآن؟ سورة الرعد. فأي الصفحة، يمين أم شمال؟ لا شمال شمال. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. طيب يا شيخ علي، يا شيخ علي. نعم. أنا بفتح من وسط المصحف الآن. طيب تفضل. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يا شيخ علي. نعم. الآية التي بعدها بماذا تبدأ؟ ولما ورد ماء مدين. والتي بعدها بماذا تبدا؟ فسقى لهما. ما رايك يا استاذ صفوان؟ ما شاء الله ما شاء أزيد الله. ازيد سؤال ولا خلاص؟ انا خلاص اكفي. في ما شاء الله علي اثق بالنفس. يا شيخ علي انت دخلت معنا، انت اخذت الجائزه الذهبيه لهذا اليوم طبعا. الشيخ محمد القرماني كبدايه البرنامج وضع جائزه ذهبيه مبلغ 40,000 ريال للذي يقرا من اي مكان من المصحف بدون أن يحدده، نحدد له نحن. الله يبارك فيكم. فألف مبروك لك الجائزة إن شاء الله. الشركة ستتواصل معك بعد البرنامج إن شاء الله. شكرا يا أخي. وكتب الله أجركم. وافتتاحية جميلة جدا منك يا شيخ علي، بارك الله فيك. الله يحفظكم يا شيخ أحمد. فين تتأمم يا شيخ علي؟ في مكان شيء؟ نعم أنا في جامع البركاني. يعني إمام جامع. نعم. ما شاء الله، مش بعيد احنا قلنا. ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. إذا شكرا لك على المصادفة هذه. شكرا. وشكرا لك على هذا الاتصال. وأنت الآن تعتبر اليوم لنا بداية جميلة للبرنامج. الله يبارك وأيضا تشجيع للحفاظ البقية الذين لا سيكون إن شاء الله معنا سحب في آخر أسبوع يا أستاذ الصفوان. إن شاء الله. نعم نعم. إن شاء الله نخلي إن شاء الله. الله يحفظك. شكرا لك يا أخي علي على تواصلك معنا في البرنامج، وكانت افتتاحيتنا اليوم افتتاحية رائعة بوجود المقرأ الأستاذ الحافظ أحمد سليمان المضوني، وكذلك معنا أحمد نشوان المدحجي، وكذلك اليوم جد معنا دخل معنا علي حسن القيفي في أخذ شكرا لك على التواصل معنا في برنامجنا في برنامج في رحاب القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، أذكر بالرأي الرسمي لهذا البرنامج.